أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف 11. هذا هو الأسبوع الرابع. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال الأسبوع الرابع. كونوا معي. كما يظهر أمامكم على الشاشة، فدرس هذا الأسبوع هو الأخلاق في الإسلام. يتوقع منك عزيزي الطالب أن تتعرف إلى مفهوم الأخلاق، توضح أهمية الأخلاق ومكانتها، تبين كيفية اكتساب الأخلاق، تستنتج أثر الأخلاق على الفرد والمجتمع، توضح علاقة الأخلاق بالعبادات، تقتدي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي محاور الدرس. سنتعرف إلى الأخلاق في الإسلام، مفهومها، أهميتها ومكانتها، أثرها، علاقتها بالعبادات، ونماذج من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. المفهوم هو كل ما يتصف به الإنسان من صفات حميدة تجعله محل رضا الله تعالى وتقدير الناس واحترامهم. وبالطبع عزيزي الطالب، للأخلاق أهمية كبيرة ومكانة عظيمة، ويمكن بيان ذلك من خلال وجوه كثيرة. أولاً، كثرة النصوص الشرعية التي تحث على مكارم الأخلاق وتمدح من يتصف بها، وكذلك النصوص الشرعية التي تنهى عن الأخلاق السيئة وتذم من يتصف بها. هنا يعني يدل ذلك على الأهمية. عندما تكون النصوص كثيرة، هناك حث كثير وتكرار كثير لأهمية الأخلاق في الإسلام. الحث على مكارم الأخلاق وإشاعتها بين الناس من أسباب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. كان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يحسن خلقه وأن يهديه لأحسن الأخلاق. أثر الأخلاق على الفرد والمجتمع. بالطبع عزيزي الطالب، للأخلاق الحسنة أثر كبير على الفرد والمجتمع، لأنها أساس نجاح الإنسان. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تحفظ للمجتمع تماسكه واستقراره، تحميه من الانحلال والتفكك، تصون الحضارات من السقوط والتراجع أيضا، تسهم في نشر روح التسامح والمحبة والعفو والمغفرة بين الناس، ليكون المجتمع يحظى بالألفة والمحبة، تنتشر أجواء الأمن فيزداد البذل والعطاء. بعد ذلك، كيف تكون علاقة الأخلاق بالعبادات؟ الشعائر التعبدية في الإسلام لها مقاصد أخلاقية، فإذا قام بها العبد على أتم وجه حسنت سلوكه وقومت. الصلاة تنهى عن الوقوع في الفواحش والآثام. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كذلك الزكاة تهذب النفس وتطهرها من الشح والبخل، فتشيع المودة والمحبة بين الناس. الصيام أيضا حافز عظيم لترك السلوك المذموم. هنا عزيزي الطالب، سنتعرف أيضا إلى نماذج من أخلاق النبوة، أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، الأحسن الناس خلقا، وقد وجهنا الله سبحانه وتعالى إلى الاقتداء به. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أول الأخلاق صدق. عرف الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة، قبل أن يكون رسولا بين الناس، بأنه الصادق الأمين، فهو أصدق من تكلم، إذ لم يعرف بالكذب في حياته جادا أو مازحا. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالصدق ونهى عن الكذب. بعد ذلك وفي نهاية المطاف، سننتقل عزيزي الطالب إلى أسئلة التقويم والمراجعة، وهي كما تظهر أمامكم، هي كلها نابعة من ما درسنا وشرحنا خلال الحصص التي تسبق حصة التقويم والمراجعة. أبين مفهوم الأخلاق الحسنة،
أذكر أثراً واحداً للأخلاق على كل من الفرد المجتمع، وأيضاً سنوضح نموذجاً من نماذج حسن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجود والكرم. هذا هو عرض سريع ومبسط لما سنقوم بتناوله وشرحه خلال الأسبوع الرابع. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.